والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. مواصلة في الحديث الذي بدأه الشيخ أبو بكر. من الناس الدائرين يتاجروا برضو بالقضية دي عبد الحي يوسف، وهو أراد أن يصطاد في الماء العكر، وهو أراد أن يقول أن إخواننا السلفيين الذين ينشرون التوحيد أنهم من أصحاب الغلو. ظهر له مقطع في خطبة الجمعة، لعلها خطبة الجمعة الفاتت، قال السودان ده فيه أمن وكده، والحمد لله قال نحن نعيش في نعمة كثير من الدول الحولنا ما قاعدين يعيشوها، لكن ظهرت فتنة قال دارت تفرتق لنا النعمة دي. أول مسألة عبد الحي يوسف، النعمة دي في الدول الثانية اللي كان مشارك فوق منه، اللي قال للناس أمرقوا في سوريا منه؟ قالوا السلفيين ولا قلت أنت؟ قلت أنت. القال في ليبيا يمرق على الطاغوت منه؟ قلت أنت. القال يمرق الآن على السيسي وأنه فرعون مصر منه؟ قلت أنت. يبقى الفتن القاعدة في البلد دي كلها أنت من منهجك أنت يا عبد الحي يوسف. ده نمرة واحد. نمرة اثنين، برضو داري حاول يتاجر بالقضية دي إنه يا أخواننا ما في زول بياب التوحيد وكيف يعملوا كده وكلام زي ده، فهمت؟ وقال نحن متشددين وبالطرف الثاني مقابل لنا في صوفية متشددين. نحن ما متشددين يا عبد الحي يوسف، نحن قلنا الحق. هل يا عبد الحي يوسف أحق أن يحذف التوحيد أم أحق أن يحذف هذا الشرك وإنت موجود في هيئة علماء السودان؟ ما هو دورك وما هو دور الهيئة دي؟ طيب، ده كتاب سراج السالكين والبدر، طبعت وزارة الإرشاد والأوقاف، الأمانة العامة للمجلس القومي للذكر والذاكرين، تقديم عثمان البشير الكباشي، وده عايش الآن موجود، وكان عملوا له لقاء لما زار إمام الحرم المكي ذاك، زار الكباشي عمل له لقاء مع بتاع أنصار السنة الجبراوي، وقالوا نحن بيناتنا في علاقات قوية جدا، ونحن قاعدين نتواصل مع بعض، والصوفية ديل يعني أحبابنا وكده، مشينا أكلنا معاهم لوز وحاجات زي دي. طيب، هنا قام قال المنهج في الكتاب ده كله منهج بتاع علم، وبعدين قال الكتب الكتاب ده رجلين قال قلوبهم ملانا إيمان وملانا محبة الخالصة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف المحبة الخالصة لله، الصفحة 72 سريعا كده، الصفحة 72، واحد يمسك المايك. طيب الصفحة 72 من كتاب سراج السالكين بتاع ود بدر، قال من شروط المريد أن يعتقد أن شيخه جاسوس قلبه، تعتقد أن الشيخ ده جاسوس قلبك، فهمت؟ يدخل في جوفه ويعلم ما في نفسه، فمن لم يكن كذلك فليس لنفسه مالك ولا ناجم من المهالك، فهمت؟ لابد تعتقد أن الشيخ بيعلم ما في ضميرك، وربنا سبحانه وتعالى قال واعلموا أن الله يعلم ما في قلوبكم فاحذروه، ده الله سبحانه وتعالى، ده شرك بالله، الواجب يحذفه ياتو. طيب برضو أديك حاجة تانية، الصفحة 132، وده كمان فوقه قلة أدب عجيبة، قال الصفحة 132 إنه قال لك، قال منها أنه ذات يوم دخل حلقة الذكر وحصل له حال، فقال أبشروا فمن رآني أو رأى من رآني أو رأى من رأى من رآني لا تأكله النار، الأحق بالحس شنو؟ وقبلها قال ومنها من كراماته أنه لما توجه رضي الله عنه إلى فداسي لخروج صالح ولد المك من القفرة، فبعد أن نهى أمره طلب الشيخ حمد النيل ولد الشيخ أحمد الريح لأجل أن يتوجه معه لمنزله، فتوجه معه، فلما وصلوا هناك جيء له بامرأة فيها نبت في فرجها. أنا بعدين داير عبد الحي أول زول القدم للكتاب ده يشرح لي الحاصل شنو. قال فلما أخبروه بها قال لهم أين زوج المرأة، فجاء له فقال له صفها لي، فصار الرجل يصفها له والأستاذ يبين وصفها في الأرض. أنت فاهم كلام الزول ده مسوي في شنو؟ فهمت؟ ده شيخ شغال صورة تشع براو. قال حتى تم، ثم قال له توجه وخذ، والله كلام عجيب ذاته، قال ثم قال له توجه وخذ معك 4 أنفار من محرمها
يكونوا لازمين ويمسكوها قويا. وأعطوني خبرا فمسكوها وأخبروا الأستاذ فمسك ذلك البيان الذي بالأرض وقطعوا بيدي، فهناك قطعت النبتة ونزلت جميعا وصاح أهلها بالفرح. تقدر تترجم عبد الحي؟ يا توها خير يحذفه والواجب يحذفه لسه أديك. طيب الصفحة 156 والصفحة 155 يحذفوا يا تو كده ورونا ذاته يا تو يحذفوا. قال وسألته رضي الله عنه أيعرف التلميذ شيخه يوم القيامة؟ فقال نعم، كل ولي من الأولياء له طبل يضرب يوم القيامة، يضربه يوم القيامة، وكل مريد يعرف طبل شيخه فيأتيه. أها رأيك شنو يا عبد الحي؟ أها الكلام ده الأحق يحذفوا ياتو، ورأيكم شنو يا صوفية؟ الصفحة 156 قال وسألته رضي الله عنه أيصح للتلميذ أن ينظر إلى زوجة شيخه؟ فقال نعم، إذا رآها كالخشب والجدار فإن جلس معها فوق الفراش فلا مانع وإلا فلا. أها الكلام ده كيف نجرب؟ نجرب يا لزيري؟ نجرب يا الخنجر؟ ما ده كلامك؟ الصفحة 156 لسه اللي يحذفوا ياتوا. طيب الصفحة 43 الصفحة 43 اللي يحذفوا ياتوا. وهل نحن متشددين يا عبد الحي يوسف؟ ولا رايك شنو؟ ولا انت ما تجيف مع الحق يوما من الدهر؟ كلمة الحق دي ما قادر على ليه؟ انت التوحيد بتين بقيت تدعو له وبتين بقيت تبين التوحيد للناس والعقائد للمسلمين. طيب الصفحة 43 قال وإن قال رضي الله عنه وقبيل قال لك ديل امتلأت محبتهم محبة لله خالصة لله سبحانه وتعالى ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال وقال رضي الله عنه في الصفحة 43 إذا رأيت منهم من الأولياء، لأنه ده في الفصل السابع في التسليم وعدم الإنكار، إن رأيت منهم من تعدى وناح، تعدى الحدود الشرعية وفعل أفعالا قباح ولو يأتي البهائم وقال إرادته النكاح فربما حصل للنخل اللقاح، وهذا كله حجاب وحفظ للأسرار من فرط الإباح، فلا تجد فيهم إلا بكثرة الإمداح، ألا تدري أن من أنكر عليهم خرجت داره وهفى وراح. تعاين البرعي بيعمل في الباطل، تعاين البرعي بيواقع الحرام أو غيره من شيوخ الصوفية. قال لك بعد ما تشوفه بيعمل في الباطل، بعد ما يعمل الباطل تقوم تمدحه، يا سلام عليك يا شيخ، يا سلام عليك. اللي يمدحوا اللي يحذفوا ياتوا يا ناس، ما بتخافوا الله؟ تساووا بين الحق، بين الذين يدعون إلى الله ويدعون العباد إلى أن يعبدوا ربهم تبارك وتعالى بهؤلاء الصوفية، ها؟ تساويهم بيناتهم واحد؟ تما سمعت لزيري قال شنو؟ قال أن احنا مشينا للإدارة الأمريكية مع الصف الأول ومع مجلس الشيوخ ومع وكالة الأمن القومي ومع منظمات كنسية، فبحثنا جميعا عن الإسلام المعتدل، فخرجوا أن الإسلام المعتدل هو الصوفية، والصوفية اتحد قاعدين يكبروا إسلام ده إسلام أمريكي، لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى شنو؟ تتبع ملتهم. لو دار بشغله لك قاعد في التلفون، فهمت؟ قاعد في التلفون. الناس ديل اللي بيطبخ لهم الكلام ده شغل بتاع نصارى ومجرمين، بدل الناس يقولوا يا ناس الحق حق والباطل باطل، وأن الله سبحانه وتعالى واحد لا شريك له ولا شيء مثله ولا شيء يعجزه.